بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الفانكشن، وزي ما أخدنا الجملة الأساسية بتاعة الكونديشنال برانشنج اللي هي بتاعة الإف، هناخد جملة تانية أساسية اللي هي اللوب، ودي أساسي يعني ما بنستغناش عنها في البروجرامينج لانجويجز يعني، أو حتى في البروسيجر لانجويج اللي بنشتغل بيها. طبعا اللوب أنا هعمل دلوقتي جاست إكزامبل بسيط أوضح منه فكرة اللوب، لكن اللوب هيبان قوي معانا وشغله المهم مع حاجة اسمها كيرسر، بس خلينا ناخد انترو عنه عشان نبقى عارفينه يعني كويس. فزي ما اتفقنا بنحدد الاول الديليمتر بتاعنا، اي ديليمتر، وبعد كده ببدا اقول له دروب فانكشن اف اكزيستس، واديها اسمها مثلا، وليكن انا عايز اعمل مثلا برنت تيبل اوف، يعني مثلا هطبع جدول الضرب مثلا، جاست فور يعني جاست اكزامبل، يعني ان فكرته بس ان انا ايه اجرب فكره اللوب يعني تشتغل ازاي مع الماي اس كيو ال. فطبعا دي خلاص كده هقول بقى كرييت لي بقى الايه، كرييت الفانكشن اللي اسمها برنت تيبل اوف، وطبعا النمبر اللي هتبعته لي انا عايزه اسميها، هسمي الارجمنت تي بي ال، واعتبر ده انت، مش هعتبر ده وعد، وريتيرنز، والنتيجة المتوقع خروجها ان هي عبارة عن تكست. انا هعمل تكست عبارة عن يعني جدول الضرب كله معمول في تكست واحد، وي بيجن، وتحت هنا اند، واقفل في النهاية الامر بتاعي. تمام، كلام جميل. هاجي بقى في بيجن، هديكلير اول حاجه انا محتاج ان انا ديكليرها الريزلت اللي انا هجمع فيها، اللي هجمع فيها كل النتيجه، ودي تكست، واخلي الديفولت بتاعها يعني القيمه المبدئيه اللي محطوطه جواها فاضي خلاص سبيس، وهديكلير تاني انذر فاريبل، هديكلير فاريبل اسميه وليكن الفاكتور اقصد بيه مثلا ايه 2، هضرب عامل جدول ضرب 2، يبقى 2 في 2 في 1 2 في 2، الفاكتور هو الثاني 2 3 في 4 في 5 في 6، ده الفاكتور اللي انا هشغله. فالفاكتور اللي انا هشغله ده انت، والديفولت بتاعه هيبدا طبعا لو احنا عايزين نعمل نبدا بواحد مثلا، لو احنا عايزين مثلا نعمل ضرب من 1 لغايه 12 او من 1 لغايه 10، فخلينا نبدا من 1. تمام، الجمله اللي عايزين ناخدها في اللوب وايل، طبعا هنشوف بقى التفصيل، بس وايل السنتكس بتاعها بيقول ايه، بيقول الفاكتور خلاص، وايل ان الفاكتور اقل من مثلا اقل من ال 13، يبقى كده عايز اضرب لغايه 12، صح كده، لغايه 12 دو، بنكتب هنا دو هنا، يعني وايل ان الفاكتور اقل من 13 دو. تمام، هيدو ايه بقى، نكتب اللي احنا ايه اللي احنا عايزين، اللي احنا عايزين ان انا هخلي الست ان الريزلت هيخلي لي بقى الريزلت اللي احنا عرفناها فوق، اخليها بتيكوال، احط جواها قيمه، واعمل بقى ايه كونكات، لان هدمج فيها شويه حاجات كتير. اول حاجه احط الريزلت ذات نفسها اللي هي مبدئيا اول مره بسبيس، تمام، دي اول واحده. بعد كده احط التي بي ال، التي بي ال بالنسبه لي اللي هو التيبل ده اللي احنا شايفينه، اللي هو يبقى مثلا جدول 2 او جدول 3 او جدول 4، وجنبيها هيحط لي سبيس وعلامه الضرب وسبيس، خلاص يبقى التيبل، وبعد كده سبيس والضرب وسبيس كوما، وبعد كده هحط لي الفاكتور، فيبقى مثلا 2 في 1، في اللفه الثانيه هيبقى 2 في 2 في 2 في 3 في 4 في 5 2 في 12 مثلا، لو انت بعت التيبل 12، وبعد الفاكتور ده هيبقى فيه سبيس وايكوال وسبيس، ماشي مثلا، وبعديهم كوما، ممكن اكمل تحت مفيش مشكله يعني، ممكن لسه الفانكشن بتاعتي طويله. طبعا كونكات دي برضو من ضمن الفانكشن بيلت ان فانكشن، فانا قلت بيتساوي، وبعد بيساوي عايز بقى التيبل مضروب بالفعل في الفاكتور. تمام، ده اساس يعني، ده على بعضها التيبل مضروب في الفاكتور بجد. وبعد كده احط مثلا سلاش ان، ودي بنسميها احنا سكيب سيكونس،
ودي معناها طبعا مش تنفع معانا غير في الويب بس، وتنفع معانا برضه في لو احنا شغلنا على الاس كيو ال اللي هي الدوس سلاش ان يعني نيو لاين، في سلاش تي ممكن تاخد تاب سبيس يعني كبيره. شغالين. طيب فقلت له خلاص دي كده بالنسبه لي اللي انا عايز اعمله يعني. فهو هيعمل الاسلوب ده، هيكون كات الريزلت القديمه والتيبل مضروب في الفاكتور بيساوي، والتيبل في الفاكتور ويعمل سطر ينزل اللي بعده ياخد الريزلت القديمه تكست القديم في التيبل. مظبوط ان شاء الله، مظبوط تمام. في الاخر قبل ما اخلي الوايل تلف لازم اقول له زود الفاكتور، فانا هقول له ست ان الفاكتور بيساوي الاولد فاكتور بلس 1 تمام، فاكتور قديم زائد 1، وبكده يرجع بقى للايه للوايل بتاعتي. عشان يرجع بقول له اند وايل خلاص والسيمي كولون. وفي الاخر خالص بعد ما بيخلص انا بقول له ريتيرن ليا، مش محتاج اكتر من انك ريتيرن ليا الريزلت اللي انت جمعتها. خلاص الفاريبل بتاعنا الريزلت اللي احنا جمعنا كده، كان الكود معروض كده بالكامل بتاع، اخد منه كابي واروح اتستو ان انا ادوس على جو. بسم الله قال لي تمام ماشي، برنت تيبل اوف دي شغاله، قال لي خلاص انا عملت لها والجمله سليمه. طيب هسيبها عندي على جنب تمام، واروح اتستها ازاي؟ اخش على اس كيو ال واقول له سيلكت وبرنت تيبل اوف، برنت تيبل اوف مثلا 5، فاجيب جدول ضرب 5 واقول له جو تمام. قال لي ادي 5 في 1 ب 5، 5 في 2 ب 10، 5 في 3 بكذا، و5 في 4 بكذا، و5 في 5. طبعا لو عايز طبعا هو بعرض لك جزء من النتيجه عشان التكست طويل كنتيجه، لكن هو النتيجه بتاعتك طالعه بالكامل يعني تمام. لو قلت له اعرض الفول تكست جاب لي ادي الايه، ادي الفول تكست اهو زي ما احنا شايفين، ادي ايه جدول ضرب 5 تمام لغايه 5 في 12. طبعا لو غيرنا عملنا ايديت وقلنا له اعمل لنا جدول ضرب 7 وقلنا له جو، ف ونخلي بس الاوبشن يعرض لي الفول تكست الريزلت اللي جايه كامله، فادي الايه النتيجه بتاعه الجمله، نكون اتعلمنا اللوب في الماي اس كيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.